شرع المؤلف في قسم جديد، وهو ما هو القسم السادس؟ الأعمال الشيطانية. الآن بدأ بالتفصيل، انتهى عنده الإجمال، وبدأ يفصل. هذا من عادة المؤلف، يجمع وينشر، لف ونشر، تمام؟ بدأ بالسحر. ما علاقة السحر بالتوحيد؟ من لو قال لك قائل هذا اللي مع الجوال، هل هذا جانبك، هذا اللي أمامك يا شيخ، اترك التليفون يا شيخ، ما علاقة السحر؟ اتركه. ما علاقة؟ اترك، الله يرضى عنك. تستجيب للدعوة هذه؟ أقول الله يرضى عنك، اترك التليفون. ما علاقة السحر بالتوحيد؟ ما علاقة السحر بالتوحيد؟ لها علاقة أو ليس له علاقة؟ خطأ بعض النساخ. ها الشيخ، أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر، صح؟ والساحر يعبد من؟ يعبد الشيطان، ويريد حتى يرتقي مرتبة عند الشيطان يعبد الناس عند الشيطان. نعم، أكبر بوابة اليوم لدعوة الناس للشرك بالله هي عن طريق السحر. والسحر في هذه الأيام إلا من رحم الله أمر طبيعي عهد، صح؟ الولد الصغير يأتي لأبيه ويقول ألعاب سحرية والمفتاح السحري مكتوب أحيانا، صحيح؟ مكتوب مفتاح سحري والفانوس السحري وخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام، صحيح أو لا؟ صح؟ واقع اليوم أصبح الناس عندهم السحر أمر مسلم به، ويقول عندنا فلان ساحر، ومواقع السحر الآن وأشياء من هذا. إذا لابد نحذر ونحذر من السحر، أكبر بوابة لدعوة الناس. السحر في القديم صعب جدا تجد أين تجد ساحر، ما تجد في القديم سحر، لكن اليوم ضغطة واحدة تخرج لك مواقع سحر وسحرة ومشعوذين، صح؟ بضغطة واحدة، وتصل إلى ما تريد من السحر والكفر الأكبر بضغطة واحدة. إذا ناسب أن المؤلف يذكر السحر في كتاب التوحيد. انتبه الشر، كيف نعرف الساحر؟ الساحر يعرف بأمور، منها إذا اختل شرط من شروط الرقية، لا كتاب ولا سنة ولا أسماء، الله سبحانه وتعالى يتمتم يتكلم بكلام غير مفهوم يجعلك تعتقد فيه الضر والنفع، يقول أنا غير مسؤول عنك بعد 3 ساعات ودواك عندي لا تتعب، صحيح؟ العقد مع النفع، ومن شر النفاثات في العقد، يعقد وينفر، مفهوم؟ تمام. ينظر في النجوم، يدعي علم الغيب، يدعي معرفة، قال نعم تحب فلان أعلم، ويدعي معرفة الأشياء المسروقة، يسأل عن اسم الأم، قد يطلب ماله قد لا يطلب ماله، لكن ممكن إذا لم يطلب منك ماله يطلب منك ماله أشياء محرمة بل شركية، يقول أنت مريض ومثلك لا تسمي عند الطعام، وتذبح ديك ولا تسمي، قال لماذا كيف لا أسمي؟ قال ولا تغتسل من الجنابة، أنت مريض. نعم يأمر أشياء مخالفة للشرع، وقال لا تصلي، كيف أبرأ من المرض لا أصلي؟ سبحان الله. يقول لا أطلب مال، لكن يقول مرضك خطير جدا ونحتاج لحل السحر إلى فأر أعمى. هذا مسكين يقول من فين أنا أتي بفأر، من أين فأر أعمى؟ قال طيب عندي حل آخر، قرد يتيم. نعم قرد، نعم يعني، قال عندي رجل يأتي بالقرد اليتيم من أدغال أفريقيا، لكن يأخذ 5000 ريال سعودي، هذا يورط المسكين. سحر كذابين، فكيف نصدق؟ كيف ننظر؟ طيب هذا الأول، أراد بالباب الأول أن يبين
السحر أنه كفر أكبر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.